سيد الوزير يقول أن في نهاية سنة 2022 ستبدأ الأشغال. المرحلة الأخيرة على مرحلة أخيرة من الدراسات. مرحلة في المرحلة الأخيرة من الدراسات. من الدراسات. من الدراسات. نهاية 2022. في نهاية 2022. انطلاق. إن شاء الله تنطلق الأشغال. إن شاء الله. مستشفى أبو حجلة واقف على 18%. 18% منها جروب إلكتروجين. اللي هو نسيسير باش يخدم باش نستيق بمعنى يهبط الضوء وان شاء الله نحن سنضغط مش نضغط عليه باش يهبط الجروب الالكتروجين سينو شوفوا حل اخر مسال دي بسال دي بريليفومو برانسيب زادا برانسيب ان شاء الله لاسانسير ان شاء الله ان شاء الله لاسانسير خدمنا البروجي هذا في اسبوع كله عملنا سال دي بريليفومو وصل وسول ولاسانسير المسعد بتاع ابن الجزار ان شاء الله قدمتوا فيهم قدمنا فيهم خطوه كبيره بربي علاش لقيتهم مازال ناقصين كان باش تعملوا ابيل دوفر وقعت هذاك السحب العينات دوس علاش كان معطل علاش كان هكا ما انت دوس هي هاو في جمعه نجم نعملوها الحكايه هذه يعني جيت وقفنا وقفت معايا البناءات وقف معي البناءات وزارة والولاية والتجهيز كنا مع بعضنا كنا حركنا دوسي مش لي حركته واحد